من بوابة الأهرام قالت أن بيعقد مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي محاضرة مع اللعيبة قبل انطلاق تمرين الفريق اللي بيقام صباح يوم الأربع على ملعب مختار التتش عشان يتأكد من بعض الأمور الفنية ويحفز اللعيبة عشان المرحلة اللي جاية. بيحرص كمان مارتين لاسارتي على تجهيز اللعيبة من الناحية المعنوية طبعا بالإضافة للدور الخططي والفني من خلال التدريبات اليومية ومن خلال محاضرات الفيديو.